الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن بتوفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا الرسالة بعنوان 100 سؤال وجواب في عقل التوحيد. جمع ذلك الشيخ عبد العزيز بن محمد الشعلان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 27 من جماد الآخرة لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة 9 من الشهر الأول لعام 24 و2000. وقد وقفنا على السؤال 14 وبقي فيه شيء من الجواب. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولولدينا والمسلمين أجمعين. اللهم آمين. السؤال 14، قال المؤلف حفظه الله: ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ الجواب: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. نعم، تكلمنا على هذا وأرجعنا الكلام على الفقرة الأخيرة، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. من حكمة الله عز وجل لما خلق الجن والإنس لعبادته بين لهم كيف يعبدوه، والله عز وجل لا يمكن أن يترك الناس سدى لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يعدهم ولا يتوعدهم ولا يبين لهم كيف يتقربوا إليه ولا يبين لهم ما الذي يرضيه وما الذي يسخطه وما الذي يقبل منهم وما الذي لا يقبل منهم. لا يمكن هذا. هذا لو فات أحد الناس لعاب عليه الناس، يعني لو أن الشخص ما وظف موظفا صغيرا في أي مكان في أي مصلحة، أما كان الواجب أن يملي عليه: افعل كذا وافتح الساعة فلانية وسكر الساعة فلانية وبيع بالمبلغ فلاني، صح ولا لا؟ ما يصير يوظف الموظف ولا يملي عليه. فإذا كان هذا لو وظفه ولم يملي عليه لعاب عليه الناس، كيف أنت ما علمت ما المطلوب منه؟ ماذا أعمل؟ أيعقل أن يخلق الله جل وعلا الجن والإنس بهذه الأعداد التي لا يحصي إلا هو جل وعلا وحده ولا شريك له، دون أن يشرع لهم، دون أن يعلمهم، دون أن يخبرهم كيف يعبدوا؟ خلقهم لعبادته، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكان من رحمة الله ومن حكمته جل وعلا أنه جل وعلا يعلمهم ويأمرهم وينهاهم. فلذلك اصطفى رسلا، يعني اختار رسلا وأوحى إليهم، يعني علمهم وأمر الناس بطاعتهم، فما تركوا شيء يقربه الله عز وجل إلا وبينوه، ولا شيء يباعده من الله عز وجل إلا بينوه ليجتنبوه. فلذا قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي الآية الأخرى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فالله عز وجل إنما أرسل رسوله ليطاع بإذن الله، فقال جل وعلا: وأن تطيعوا تهتدوا، وقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال جل وعلا: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبوا فتنة أو يصيبوا عذاب أليم، وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد طاع الله، وقال جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالواجب أن يطاع الرسول صلى الله عليه وسلم بإذن الله سبحانه وتعالى. فجعله الله أسوة في العبادات، في المعتقدات، في الأخلاق، في المعاملات، يقتدى به صلاة ربه وسلامه عليه. فلذلك قال في الحديث الصحيح المشهور اللي عند البخاري، قال: إيش؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في الحديث المشهور أيضا في صحيح مسلم: خذوا عني مناسككم. وقال أيضا في الحديث الصحيحين المشهور، قال: قال: أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث المشهور رواه البخاري مسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال في صحيح مسلم وعلقه البخاري من حديث عائشة: ماذا؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود.
فمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة هذا شرط لصحتها. لا يقبل الله عز وجل من عباده عبادة ما لم تكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أذن الله عز وجل. قال جل وعلا فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، لا بهواك، لا بذوقك، لا بما يقول الناس، وإنما تجتهد أن تعبد الله عز وجل على سنة رسول الله. وبهذا فسر قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، أي على السنة، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، أي أن يكون خالصا في عمل الله عز وجل. وبهذا أيضا فسر قول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أحسنه أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه، فلا بد أن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يعني زيادة التفصيل أن يعبد الله، أن لا يعبد الله إلا بما شرع، أن لا يعبد الله إلا بما شرع. طيب لو أن شخصا ما عبد الله بغير ما شرع، عبادة حرام هذه وباطلة، وماذا تسمى؟ بدعة، والبدعة إيش؟ رد، شر الأمور. فإذا قيل ماذا؟ قيل الأصل في العبادات التحريم، حرام تعبد الله إلا بعبادة مشروعة. تصور حرام تعبد الله إلا بعبادة مشروعة، فمن تعبد الله بعبادة غير مشروعة حرام عليه هذا، وهذا مرد، بل هذا نوع من الشرك. إذا قيل البدعة هو إيش؟ قرينة الشرك. قال جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. من قالك أن تفعل هذا؟ من قالك الشرع هذا؟ التشريع حق الله عز وجل، يشرع لعباده بما يقربهم إليه. فلو كانت هذه عبادة مشروعة يحبها الله عز وجل لا شرعها لعبادة، ما الذي يمنعه من ذلك؟ لا مانع من ذلك. والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هنا أريد أن أدب التنبيه، يعني الله عز وجل يوفقنا وإياكم الجميع، من أراد أن يكون طالب علم أو معلم فليعتني بالاستدلال بالقرآن، هو أعظم شيء يا أخوان. احفظ من الآيات التي تسعفك في أي موضوع تستطيع، تكثر من الآيات أكثر. ليه؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل إنما جعله هداية ونورا وشفاء، وذكر بالقرآن من يخافه وعيد. ها؟ فلا تطع الكافر وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا. القرآن ترى في ناس ممكن يخطب خطبة جمعة كاملة ما فيها آية واحدة بالقرآن، أو يقرر مسألة في الشر ما يأتي بالقرآن، هذا خطأ، خطأ كبير، تقصير كبير. ائتي بالقرآن واحفظ من القرآن ما يسعفك، وكيف تجمع الآيات، وكيف تأتي بموضوع واحد وتتكلم بهذا، أمر في غاية الأهمية لمن أراد أن يدعو إلى الله، لمن أراد أن يعلم، لمن أراد أن يذكر، لمن أراد أن يعظ، لمن أراد أن يشرح، أن يدرس. عليك بالقرآن، هو الأصل الأول، الأصل الأصيل، كلام الله عز وجل. طيب الآن نعود، يقول وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. إذن حرام أن تعبد الله إلا بما شرع الله عز وجل، بما أرسل به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. العبادة، العبادة لابد أن توافق فيها النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بالكم والكيف، بالكم والكيف، والزمان والمكان، والجنس والسبب. ها سهل لكم، كم كيف، مكان زمان، جنس سبب. ها كم كيف مكان زمان جنس سبب، كل ما سهلت العلم بعبارة سهلة حتى الواحد يقدر يحفظها. ها كم وكيف مكان زمان جنس وسبب. الكم في عبادات تشرع بعدد معين، لا يقبل الله عز وجل العبادة إلا بهذا العدد، لو تعمدت زدت فيها أو نقصت منها ما قبلت. كعدد ركعات الصلاة، الظهر 4 ركعات في الحضر، 2 ركعة في السفر، لو زدت 5 صليت 5 ركعات بطلت صلاتك، لو تعمدت صليت 3 ركعات بطلت صلاتك، ما تقبل إلا أن تكون 4. عدد الطواف البيت كم تطوف؟ كم؟ 7 أشواط، ما تطوف أكثر ولا أقل. يجوز أن تطوف 14 حساس أنه طوافين وتصلي ركعتين وركعتين. أما الطواف الواحد تجعله 7 8 أشواط
لا يصح. تتعمد 6 أشواط لا يصح. ما الذي يصح؟ أن تلتزم بالعدد المشروع، أن تلتزم بالعدد المشروع. في كل ركعة ركوع وسجدتان، لو جعلت في الركعة الواحدة ركوعين وسجدة واحدة، إيش حكم صلاتك؟ باطل. لازم تركع ركوعا واحدا في الركعة وتسجد سجدتين. لابد أن تأتي بالعدد المشروع، واضح؟ هناك عبادات ربنا جل وعلا يأذن أن تزيد فيها، مثل الذكر، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، كرر ما في مشكلة. لكن ما تقول إيش أكرر السجود، أجعل في كل ركعة 10 سجدات، لا، لو 3 سجدات بطلت صلاتك. لابد أن تلتزم بالعدد، هذا اسمه إيش؟ الكم. الكيف يعني الصفة، وهذا مر مع الحديث إيش قال فيه عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتمون يصلي. فلا بد أن تأتي بالصفة النبوية. فمثلا في كل ركعة ركوع ثم سجدتين، صح؟ لو أن شخصا ما قدم السجدتين ثم الركوع، قرأ الفاتحة، هو للسجود، سجد، بعدين رفع، بعدين ركع، بعدين دخل بالركعة التي بعدها، أما حكم صلاته؟ بطل صلاته. لو طاف جعل البيت عن يمينه مش عن يساره وأخذ يطوف، ها، بطل طوافه. لو توضأ فبدأ بغسل الرجلين قبل أن يغسل بقية الأعضاء، وغسل الرجلين آخر الأعضاء، بطل وضوءه. لا بد من الصفة، أن تلتزم صفة النبي صلى الله عليه وسلم: ما استطعت لذلك سبيلا. فمن خالف في الصفة متعمدا بطلت صلاته. قد لا تبطل الصلاة، ينقص الأجر إذا كان من ترك خالف في مستحبات ونحوها، لكن أن تأتي بأركان الصلاة على غير صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل. فلا بد حينئذ أن تكون العبادة مقبولة، أن تكون موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم بالصفة، بالكيف، بالكيفية، واضح؟ هذا الكم الكيف. الزمان، الزمان في عبادات كثيرة شرعت بأزمنة معينة. فالصلاة 5: فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، كل واحدة سميت على إيش؟ على وقتها. فصلاة الفجر تصلى الفجر، وصلاة الظهر تصلى ظهرا، وصلاة العصر تصلى العصر، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا صار العتمة داخل وقت العشاء. فلو أن شخصا ما أحدث وقتا من تلقاء نفسه، جعل صلاة الفجر الضحى، وجعل صلاة المغرب مع آخر العشاء متعمدا بلا سبب، وقدم مؤخر في الأوقات، أو صام النهار بدل، عفوا، صام الليل بدل النهار، بدل لا يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، قال إيش؟ سأمسك من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. أو حج في غير ذي الحجة، وقف بعرفة غير يوم عرفة، غير اليوم 9 من ذي الحجة، بطل حجه. لابد أن تأتي بالزمان الذي شرعه الشرع. المكان، لا يوجد على وجه الأرض مكان يطاف به 7 أشواط إلا الكعبة، ولا يوجد في الدنيا كلها جبلان يسعى بينهما إلا الصفا والمروة، ولا تصلى الجمع إلا في الجوامع، ولا يصح الوقوف إلا بعرفة، ولا المبيت إلا بمزدلفة. الخلاصة أن العبادة إذا شرعت في مكان لابد أن يؤتى بإيش؟ بها في المكان المشروع. إذا هنا عرفنا إيش أخوان؟ كم والكيف؟ إيش معنى الكيف؟ يعني الصفة، الزمان، المكان، صح؟ العدد، الصفة، كم، كيف، زمان، مثل الحج وأشهر معلومات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وللناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولو تعمد واحد كان والله عندي سفرة في رمضان القادم أبى أصوم شعبان أسبق، ها، يصح صومه؟ ما يصح. أو تدري شلون؟ أنا عندي شغل في النهار خلي أصوم الليل بدل النهار، ما صح. لابد أن تدي بالزمن المشروع، طيب، والمكان المشروع. بقي الجنس والسبب. إذا شرعت العبادة من جنس معين فلا بد أن تأتي بها بالجنس الذي شرعت منه. أحسن مثال الأضحية، شرعت إيش من؟
بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم. والغنم هذا اسم جنس يشمل ماذا؟ الماعز والضأن والذكر والأنثى، كل اسمه إيش؟ اسمه غنم. الجاموس من جنس البقر، يمشي الحال أن تضحي بجاموسة. طيب، إذن الأضحية من بهيمة الأنعام، لو ضحى أحد مثلا بأرانب أو سمك أو غزلان أو حمام أو دجاج أو بط أو ديك رومي، ها هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن شرعت من جنس معين، لا بد أن تأتي بالجنس المشروع منه. طيب، لو أن شخصا ما أراد أن يخرج زكاة الفطر، لا بد أن يخرجها من طعام. لماذا؟ لأن شرعت من طعام، صاع من بر، من تمر، من شعير، إذا كان يؤكل الشعير في بلد ما أو في زمن ما، من الرز لأنه أيضا طعام، من إقط. لكنه أن يخرج مالا، كان شيخنا أبو يوسف عبد الرحمن الصامت رحمة الله عليه يقول لو أخرجها صاع من ذهب ما قبلت. شوف يدعو التمسك بالسنة، قال لو صاع من ذهب، شرعت صاع من طعام. من طعام. فإذا شرعت من طعام كالكفارة أيضا، فلا بد أن تأتي بماذا؟ بما بالجنس الذي إيش شرعت منه. بقي أخيرا نقول السبب، قد يكون العبادة السبب. مثلا إذا اشتدت الريح تقوم تصلي ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، صح؟ لا. إذا ماذا تفعل إذا اشتدت الريح؟ تقول الدعاء المأسور، اللهم نسألك خير هذا الريح وخير ما أرسلت به، وعذبك من شر هذه الريح ومن شر ما أرسلت به. لكن لو خسفت الشمس أو كسف القمر تقوم تصلي صلاة الكسوف. واضح؟ لماذا؟ لأن هكذا سببها، هذه سببها، كسوف الشمس، خسوف القمر، في صلاة مشروعة تسمى صلاة الكسوف بصفتها. واضح؟ هذه مثلا الريح لها سبب يقال دعاء الفلاني. طيب إذا تثاءب أحدكم ماذا يفعل؟ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صح؟ لا. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا السبب إذا ورد قال فليرده ما استطاع، ما قال فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتبهتم؟ فبعض الناس إذا تثاءب قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول التثاءب من الشيطان. طيب الذي قال التثاؤب من الشيطان ما كملها لنا وقال ايش؟ فاذا تثاؤب احدكم فليقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صح ولا لا؟ كملها. هل قصر النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ؟ لا، كلا. مثلا لما راى الرجل غضبان قال اني اعلم كلمات لو قالها ذهب عنه ذلك، ما هي؟ قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عند الغضب تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عند التثاؤب ما تقول. انتبهتم؟ لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ارشدنا لذلك، وقد اتم الدين، اكمل الله به الدين. هكذا أنت يا عبد الله يا مسلم، إذا كان للعبادة سبب أو الحدث له سبب فتفعله أو تقوله، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نفعل ما فعل ونترك ما ترك. لو أن شخصا ما كلما خرج من الخلاء قال غفرانك، سنة هذه ولا بدعة؟ سنة، صح؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول غفرانك، يعني أسألك مغفرتك. لكن هذا واحد ما شاء الله مجتهد يريد زيادة أجر، فكان كلما إذا خرج من الخلاء يستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول غفرانك. استقبال القبلة مشروع ورفع اليدين مشروع، لكن هذه سنة؟ لماذا؟ لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بها. تفهمتم؟ فلا بد أن تأتي بالسبب المشروع الذي من أجله إيش تقوم وتفعل العبادة. طيب، واحد سجل هدف في النهائي فيسجد، هل هذا مشروع؟ بعضهم ما يصلي بس إذا هدف يسجد، يترك الصلاة التي إيش هي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، ها؟ ويسجد إيش إذا هدف هدفا. سدت الشكر تشرع إذا استجدت نعمة أو اندفعت نقمة، وتقليد للكفار، الكفار أول ما طلعوا إيش إذا هدف هدفا صلب. تعرفوا شو صلب؟ صلاة النصارى، قام يسوي يضرب صليب على صدره وجبهته. هذا عاد ترجموها لأن كل شيء إسلامي يسوونه، إسلامي،
قال بدل الله هذا يصلب أنا إيش أسوي؟ أنا أسجد. هذا ما هو صحيح الفعل هذا. وسمعت بعضهم قال هذا الذي يفعله فلان إذا هد كذا هذا أحسن من ألف خطيب من قال كم ينشر الإسلام بأهدافه. إيش الكلام؟ الخطبة شرعية نبوية وهذا حط قول هذا قال ينشر الإسلام أحسن من ألف خطيب. كيف الكلام هذا؟ إيش الإسراف هذا؟ أتستدون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل الصالح وقال من المسلمين ادعو إلى سبيل ربك وذكر بالقرآن. خطيب يذكر الخطب في القرآن والسنة تقول هذا اللي يهدف هدف ويسجد ينشر الإسلام أكثر. إيش الإسلام اللي راح يأتي من وراء هذا؟ ها؟ في بعض أولاد الكفار إذا هدف هدف سجد مثل اللاعب المشهور الفلاني اللي يسجد. ترى حتى أيضا في من المسلمين إذا هدف هدف راح صلب مثل اللاعب المشهور اللي صلب. إحنا نريد إسلام حقيقي. اليوم الإسلام دخل فيه أشياء كثيرة جدا بعد عهد النبوة. تجد إسلام اسم فلان أسلم من المشاهير مصارع ولا ملاكم ولا لاعب ولا هذا وتعال على ما هو عليه على أطمان مرحوم لا صلاة لا ديانة ما زال على ما هو عليه من جميع أخلاقه. تقول هذا أسلم وين أسلم؟ ما هي شعائر الإسلام التي أقامها؟ الإسلام له شعائر. الإسلام له شعائر. البلد إذا ما كان فيه أذان يحق للمسلمين أن يغزوها أيام الغزو يسمعون مع الفجر في أذان لهذا في شعائر. ها؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. في شيء اسمه صلاة وأذان وإقامة. في شيء اسمه حج عمرة. ها؟ أما يأتي واحد إسلام بلا إسلام هذا مثل شاي الوزة ما بيوزة. ها؟ شاي الوزة ما شاي ما بيوزة يسمونه شاي. هذا قال والله فعلا فعلا هذا إسلام بلا إسلام. كيف يا أخي؟ العهد الذي بينه وبينهم صلاة فمن تركها فقد كفر. فقد كفر. والناس تفرح أن فلان أسلم. طيب نفرح والله نفرح لواحد يسلم ليش ما نفرح؟ لكن لابد أن يكون الإسلام الذي أرسل الله به نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليش نتكلم عن العبادة ولازم توافق ليش المشروع ها بالكم والكيف بالكم والكيف والزمان والمكان والجنس والسبب؟ هذا دين عظيم دين عظيم أرسل الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الله أنزل الهدى ودين الحق وعلم وأخبر وبلغ وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد عليه الصلاة والسلام حتى ينشر هذا الدين وأرسل الرسل إلى البحرين وإلى اليمن وإلى الملوك ويكتب الكتب حتى يعلم الناس الصحيح الدين الصحيح. تقنع على قومنا الكتاب فيعلمون إيش الدعوة أول ما فليكن أول ما تدعو إليه شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله فهموا إيش معنى شهادة محمد رسول الله ثم إن أطاعوك أعلم أن الله كتب عليه خمس صلوات في اليوم والليلة فإن أطاعوك بذلك فعلم الله قد إيش كتب عليهم صدقة فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء ترد في فقرائهم. وش يأتي واحد إسلام يرفع الصبع يقول أشهد أن لا إله إلا الله ما فهم شيء من الإسلام. المصيبة اليوم المسلمون مش عارفين الإسلام. مسلمون تجد حجاج إلى الولي الفلاني يطوفون به ويعبدون من دون الله ويدعونه في السراء والضراء. هذول أنفسهم اللي أنت سمح تدعون إلى من يدعون إلى الإسلام. فلابد أن نتعب على إيش أن نربي أنفسنا والآخرين على الإسلام الصحيح. اليوم الدعوة الإسلام الصحيح هي أهم من دعوة الكفار. لماذا؟ لأن اندرس كثيرا من الإسلام اندرس كثيرا. شوف من هب ودب يتكلم والله يا بعضهم يمكن يدخل يمكن ما يعرف ولا شيء يمكن رائحة الدخان ما زالت في فمه بل ربما رائحة الخمر ما زالت في فمه يقولك يلا ادعو إلى الله يلا اخرج معنا انت داعي إلى الله. وش داعي إلى الله؟ فاقد الشيء لا يعطي. لو جبنا واحد من أول يوم يدرس طب يلا أنت صرت طبيب ما قبل يلا أنت مهندس سنة أولى مهندس يلا أنت مهندس قال لا تعال شوف هذا طبيب أول شيء يدرس سبع سنوات ثم يلفون على كل قسم ثم يختبر ثم 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 ثم, ثم ها يعالج الناس لأن نصف طبيب يفسد الأبدان فكيف عاد واحد؟ لكن للدين الدين لا عاد يعني مثل ما يقول واحد يحط له بالتلفون أرقام ها فرقم في رقم من الأرقام إيش شيخ هكذا شيخ شين ويا أخي من هذا الشيخ
إذا صار عندك سؤال هذا شيخ يعني سأل أي واحد عطنا عندك شيخ حطه يبرمج عند إيش شيخ من هذا ما دينه ما مذهبه ما علمه أين تعلم أين تخرج من مشايخه ما منهجه عنده عناية بالحديث عنده عناية بالعقيدة يعرف شيئا ما اسمه ما أدري شيخ ما يحطون واحد صحي واحد حداد واحد نجاح حسب الحاجة كهربائي يكتب كهربائي إذا صار عنده شيء عاطل كهربائي واحد صحي برا أسمائهم واحد راقي حق الرقية خياط حق الخياط بنشر حق البنشر واحد منهم من هذول ليش واحد شيخ من هذا الشيخ دين هذا يا مسلمون دين تعطي واحد يقول نص فقيه يفسد الدين نص فقيه شلون عاد واحد مجهول من هب ودب هذا لا أخوان احنا بحاجة ماسة إلى أن نعرف الدين الصحيح اليوم الغش في الدين أكثر من الغش في سوق الحراج ولا لا مناهج منحرفة عقائد منحرفة أخلاق منحرفة ناس تتستر بالدين ناس تجمع تبرعات ناس تعتدي على النساء ناس أشكال كل واحد حاطلة فضائية كل واحد حاطلة شو يسمون هذه قناة كل واحد وتكلم اللي يفسر أحلام واللي يقرأ على الناس واللي يدجل واللي يتنبأ شوف كيف يتنبأ كل بداية عام جديد من العام الفرنجي هذا طلعوا هذول اللي يتنبؤون ماذا سيحصل هذا العام كيف هذا كفر بالله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات الأرض الغيبة إلا الله وهذا حاط برنامج قدام شو راح يصير السنة وفضائيات وناس تتناقل وكذا شيء عجيب ايش الغفلة هذه ما هالغفلة اللي واقع فيها المسلمون اليوم اللي واحد يطلع على فضائية ويصورونه وينشر ويشاهد الملايين من المسلمين توقعات يعني وبعضهم يقول تسلى لكن في نوع من التصديق ولا لا ايش راح يحصل سنة ايش عام 24 و2000 فيخرج رجل ولا امرأة متنبئة او متنبئة ويحصل في ناس يقول كده تسلهم صدق شوي يعني صدق ولا ما صدق اسمع ما يجوز الكلام هذا ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل فالمقصود يا أخوان أن الله عز وجل ما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم عبثا ولا لاعبا وإنما أرسله ليطاع بإذن الله من يطيع الرسول فقد طاع الله وأن تطيعوه تهتدوا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته في العبادة العبادة شيء عظيم خلقنا الله من أجله لا يمكن خلقنا من أجل نعبده ولا يبين لنا كيف نعبده بل بين لنا فربنا جل وعلا أكمل الدين كاملا فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا دين أكمله جل وعلا وأتم به النعمة ورضيه لنا دينا نبحث عن غيره أي سفه هذا تبحث عن غير هذا الدين ابحث عن هذا الدين الذي قال الله عنه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا موجود هذا الدين ولن يغيب عن وجه الأرض إلا قبيل يوم القيامة سيبقى لأن الله عز وجل لو لم يحفظه لكان قد كلف الناس بما لا يطيقون صح؟ ها؟ شرع الدين ثم لم يحفظه طيب كيف نعبدك يا رب؟ تأمرنا نعبدك يوم دينا نعبدك ولا الدين ليس موجودا لا أثر له إذن يعني يكون ربنا جل وعلا إيش أمرنا بما لا نطيق والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يمكن هذا فكان من رحمة الله وحكمته أن يبقى هذا الدين محفوظا بكتابه وسنة نبيه حتى من أراد أن يعبد الله عز وجل عبد الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول إذا الله جل وعلا ما حفظ حجة الرسول وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته إذن سيكون لنا ماذا يا أخوان نحن ولا غيرنا يكون لنا ماذا حجة على الله عز وجل يا رسول يا رب نعم خلقتنا لنعبدك نبحث كيف نعبدك ما عرفنا الدين وذهب ما عرف إلا الصحابة اللي رضي الله عنهم باشر النبي عليه الصلاة والسلام من مات الرسول صلى الله عليه وسلم قام الناس يتناقلون وهذا الناقل ليس بمعصوم هذا حجتهم ليس بمعصوم يعني إذا حجة الرسول صلى الله عليه وسلم فقط تقوم على من؟ على الصحابة من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة كل من نقل حديث ليس بمعصوم إذا ليس معصوم يعني من حقك لا تأخذ بهذا الحديث لأن النقل ليس بمعصومين
معنى النقل للدين ليس دينهم، دين الله عز وجل. الله جل وعلا سخرهم، جعلهم أوعية يحملوا هذا الدين، والله إيش هو الحافظ هذا الدين حتى يبلغ هؤلاء من بعدهم ومن بعدهم ومن بعدهم، حتى ينتشر الدين، حتى يتعبد الله عز وجل من شاء أن يعبد الله. قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لابد يكون الدين موجود حتى يؤمن به من أراد الإيمان، ويكفر من كفر. واضح؟ فلابد أن نؤمن اعتقاد صحيح يقين بأن الدين باقي، الدين باقي حتى يعبد سبحانه وتعالى. إذ خلقنا من أجل عبادته فبين لنا العبادة التي أمرنا أن نعبده بها سبحانه وتعالى. نعم. السؤال اللي بعده 15. أحسن الله لك. يقول المؤلف حفظه الله، السؤال 15: ما أعظم ما أمر الله تعالى به؟ الجواب: أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وهو عبادته وحده لا شريك له. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما أعظم ما أمر الله تعالى به؟ واضح، أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وهو عبادة وحده لا شريك له. والدليل قول تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا آية سورة النحل. الآية الثانية يحتاج طالب العلم، ها: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربك عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقوله جل وعلا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقوله جل وعلا: بالله فاعبد وكن من الشاكرين. لابد تحفظ الآيات وتستدل بها. احفظ لك 15 آية في هذا الباب، حتى إذا جئت تدعو للتوحيد لو نسيت 10 يبقى 5. تحفظ آية واحدة تنساها انتهى رصيدك. كيف تدعو للتوحيد؟ كيف تدعو للتوحيد؟ احفظ من الآيات، احفظ من النصوص، احفظ من الأدلة، حتى تكون داعي الله عز وجل بالحق. عندك سلاح، العلم هو إيش؟ سلاح الداعي لله عز وجل. واضح؟ طيب، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله عبد الله مسعود: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. إذا كان تجعل الله ندا يعني الشرك، هذا أعظم ذنب. إذن أعظم طاعة، أعظم أمر التوحيد، وبضدها تتبين الأشياء. إذا كان أعظم ذنب الشرك، إذن أعظم طاعة التوحيد، وهو إخلاص الدين لله، ولم نؤمر بشيء سواه. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ونفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. كل العبادات هي من التوحيد، كل أوامر امتثالها من التوحيد، كل النواهي اجتنابها من التوحيد. قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. ما الذي لله؟ يعني ماذا يفهم من هذا؟ إنما كان خالصا فليس لله. صح؟ إذا المنطوق: ألا لله الدين الخالص. طيب وغير الخالص؟ إذا ليس لله. ما الذي لله؟ الدين خالص. وهذا المفهوم من هذه الآية جاء في الحديث صحيح مسلم، حديث قدسي، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي في غيري تركته والشرك لن يكون لله. وفي لفظ قال: فهو للذي أشرك. هو للذي أشرك. ما الذي لله؟ ما ابتغي بوجهه لله ولغير الله؟ لا، هو الذي أشرك. لابد المسلم أن يعلم هذا الأمر الجلل العظيم، هو أعظم ما أمر الله به، ومن أجله خلقنا، ومن أجله تقوم القيامة وتحق الحق، من أجله تقام الموازين، من أجله يكون الحساب والبحث والبعث والنشور، من أجله يضرب الصراط على ظهران جهنم، من أجله خلق الله الجنة والنار. هو توحيد الله عز وجل، أن يعبد الله عز وحده لا شريك له، أن يعبد الله وحده لا شريك له. فأعظم ما أمر الله به هو التوحيد. فسره فقال: وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فسره بماذا؟ بمعناه إيش؟ بمعنى الألوهية. وهذا إطلاق للتوحيد، ويراد به توحيد الألوهية، وهو إخلاص الدين لله، عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب، السؤال 16:
السؤال السادس عشر: ما أقسم التوحيد؟ الجواب: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم، لن نسأم ولن نمل ولن نكل بتكرار التوحيد ومعانيه وأقسامها. لماذا؟ لهذا ديننا. ذلك المشرك الذي وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين يذكر الذين من دون إذا هم يستبشرون. أما المسلم لا، ما يمل ولا يكل ولا يسأل من التوحيد، وقد خلق من أجله، وعبادة الله وحده لا شريك له. فنكرر ونكرر: توحيد لغة وحد، يوحد توحيدا. إذن التوحيد هذا إيش؟ مصدر، أي جعل الشيء واحدا، أي جعل الشيء واحد. كما قال: وحد الصف يا أخوان، وحد اللون يا أخوان، وحد المجلس. كنت وحد المجلس، واحد كلم موضوع فلان، واحد موضوع فلان، واحد موضوع. واحد المجلس يعني كلنا نتكلم في الموضوع واحد، أو واحد يتكلم اسمعوا الباقي، ها؟ أو لابسين ملابس مختلفة في المدارس النظامية ولا في العسكرية ولا قاكش. واحد اللون، هذا دخل الصيفي والشتوي، صح؟ ما كان عندكم بالجيش في ملابس صيفية ملابس شتوية؟ تارك فلاني كله لابس شتوي، تارك فلاني. هذا اسمه توحيد، وحد الشيء. واحد من ذاك إيش؟ واحد الصف إذا كان صفوف مختلفة. طيب، إذا ما معنى وحد الله؟ يعني أن تجعل الله واحدا في حقوقه، فذاك قيل إفراد الله بما يستحق. ما هو التوحيد؟ توحيد الله ما هو؟ إفراد الله بما يستحق، أو إفراد الله بما يجب له. إفراد الله وحده فيما يجب له، وإن شئت تقول فيما يستحق ويجب له، بعبارة يمكنك حفظها وفهمها إن شاء الله. إفراد الله بما يستحق. وما الذي يستحقه الذي لا شريك له فيه؟ بحث العلم، قرأوا الكتاب والسنة، فوجدوا أنه جل وعلا يستحق الربوبية والألوهية، ها، وأسماء وصفات. هذا في القرآن موجود، فهو الرب وحده لا شريك له، لا أحد يشاركه في الربوبية، لا رب سواه، هو رب العالمين، كل من سواه من العالمين، وهو الله عز وجل هو رب العالمين، رب الإنس والجن والثدييات والحشرات والطيور والأسماك والسماوات الأرض وما فيهما، رب الجمادات والمتحركات والساكنات، رب كل شيء. ليس ثم رب، ليس ثم خالق غير الله، خلق ولا حتى ذرة ولا شعرة ولا حبة. الله خالق كل شيء وحده، وهو جل وعلا مالك لكل شيء. قل اللهم مالك الملك، هو له الملك وله الحمد، وهو جل وعلا مدبر لكل شيء، متصرف بكل شيء. ألا له الخلق، لا، تبارك الذي بيده الملك. فإذا هذا الذي ينفرد الله به جل وعلا، وأنت تؤمن بأن الله منفرد بهذا، أنه له الربوبية، رب كل شيء، أي خالقه ومالكه ومدبره، يحيي يميت، يرفع يخفض، يبسط يعطي يمنع، وحده سبحانه وتعالى، لا ملك يشاركه ولا نبي ولا ولي ولا إنس ولا جن، بل الله جل وعلا خالق كل شيء ومالك لكل شيء ومدبر ومتصرف بكل شيء. ألا له الخلق والأمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. تمام، هذا اعتقاد لتوحيد الربوبية في قلبك، تؤمن به، تؤمن بأن الله منفرد. ثم الله عز هو الإله الحق المستحق العبادة، فتؤمن بأن الله هو الموحد المستحق العبادة. العبادة حق الله، ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا شيء، هذا حق الله، حق الله عز وجل أن يعبد وحده. وهو جل وعلا تعتقد وتؤمن بأنه الإله الحق الواحد، لا أحد مستحق العبادة، وتقوم بعبادته. يعني لو أن الشخص ما قال نعم صحيح الله عز وجل مستحق العبادة، لكن ما يعبد الله، هل هذا موحد؟ لا. ليس المراد منك أن تؤمن بأن الله مستحق العبادة، ربنا مستحق العبادة، عبدته ولم تعبده. أنت الآن قم بعبادة خلقك لتعبده، أمرك الله بذلك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فلا بد المسلم حتى يكون مسلما، حتى يكون واحدا،
مع إيمانه بأن الله هو الإله الحق المستحق العبادة وحده لا شريك له يقوم بعبادة وحده لا شريك له. فإذا عبده أخلص العبادة لله لا يشرك بالله شيئا. وحتى المشركون يعبدون الله لكن يشركون. فأنت مطلوب منك الآن أن تؤمن بأن الله الإله الحق المستحق العبادة وأن تعبده وأن تخلص العبادة لا تشرك به شيئا. واضح؟ وبعد وأن تكون هذه العبادة على سنة رسول الله، وإلا لماذا رسل الله رسوله؟ صح؟ فإن لم تكن على سنة رسول الله فهي رد مردودة. وبعد أن توالي الذين يوحدون الله عز وجل وأن تعادي الذين يشركون بالله، ولا أبراء للتوحيد، ولا أبراء للتوحيد، ولا بد أن تكون متابعا لسنة إيش؟ سلف الأمة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يشاقق الرسول بعد ما تبينه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. إن هذه أمور في غاية الأهمية. ما تؤمن بأن الله هو الخالق وتظنك صرت موحدا، صح هذا من التوحيد، لكن لا تكون به موحدا لمجرد اعتقاد بأن الله خالق. لا، بعض الناس بعد أسوأ من ذلك، يظن إيش؟ أن إذا آمنت بأن الله موجود فأنت مؤمن. حتى الفلاسفة جعلهم مؤمنين لأنهم قالوا لا يمكن لك إلا لهذا العالم أكيد له خالق، له قوة خلقته، لا يمكن وجد صدفة. قال ها شفت فيلسوف الفلاني قال الكلمة هذه مما يدلك أنه مؤمن. يا سلام، أنه مؤمن لأنه عرف، حتى إبليس يعرف ولا لا؟ إبليس يقول إيش؟ قال الله عنه أنه قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، يقول إلا ربي، لا يقول وبعزتك لأغوينهم أجمعين، ويقول أنا خير من خلقتني من نار وخلقته. حتى إبليس يعرف، مشركون يعرفون. ما يكون موحد لمجرد آمن أو أقر بأن الله موجود يكون موحدا، ولا حتى أقر وآمن بأن الله خالقه يكون موحدا. لابد أن يأتي بالتوحيد كله. طيب أنت آمنت بأن الله هو الرب الخالق المالك المدبر، وآمنت بأنه الإله المستحق العبادة، ها باقي ها أن تعبده وألا تشرك به شيئا، وأن تأتي بالعبادة على السنة كما أمر الله وشرع، وأن توالي الموحدين وتتبرأ من المشركين. واضح؟ وتتبع أيضا سبيل المؤمنين. فهذه أمور لا بد أن نتفقه فيها، أن نكون على بينة. الساحة يعني ممتلئة من هؤلاء الذين يقررون هذا الباطل. منهم من يقول لا مسلم قال السلام عليكم، طيب إذا قال السلام عليكم صار مسلم؟ صح السلام من الدين كذا، بس مش بس لأنه قال السلام عليكم صار مسلما، ها صح ولا لا؟ حتى في بعض المسلمين بعد يقول تحية الكفار، ولد ما يقول جود مورنينج ولا بونجو ولا مش صار كافرا. ما يصير الكلام هذا، يعني صار فيه جهل كبير عند الناس، لأنه فقط قال، لو قال فقط لا إله إلا الله ما قال محمد رسول الله ما يصير مسلم. لابد أن يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولابد أن يقيم الصلاة، وإلا من تركها فقط كفر. لابد نعرف الإسلام الإسلام الصحيح، وندعو الناس الإسلام الصحيح. واضح؟ طيب إذن لابد أن نعرف أن الله هو الإله الحق المستحق العبادة، ونقوم بعبادته وحده لا شريك له على السنة وعلى سبيل المؤمنين، ونوالي الموحدين وتبرأ من المشركين. ثم نؤمن بأن الله له أسماء حسنى وصفات علا ليس كمثله شيء في أسمائه ولا في صفاته، وأسماء الله كلها صفات الله عز وجل، ولا ننكرها نعطل الله عنها ولا نحرفها، ونعلم بأنها لا تماثل صفات المخلوقين، الله له المثل الأعلى، ولا يجوز أن نتخيل كيف الله عز وجل كيف صفاته ونفترع الله ويقول الله بالكيف الفلانية، وهذا ما يعبر عن إيش؟ بلا تكييف. وقد كررناه كثيرا وسنكرره إن شاء الله تعالى. المهم أن التوحيد هو إفراد الله بما يستحق، والذي يستحقه الربوبية الألوهية ناصبة، هذا موجود في القرآن، والمحمد عبد الوهاب أخرجه من القرآن، أخرجه من القرآن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، كقوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، ربوبية رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته، اي اتخذوا الها واخلص العباده له واصبر عليها. هل تعلم له سميا؟ له مثيل؟ لا مثيل له في اسمائه ولا في صفاته. هذا هو التوحيد. نعم كمل.
السؤال 17: ما تعريف توحيد الربوبية؟ الجواب: إفراد الله في أفعاله مثل الخلق والرزق وإنزال المطر إلى آخره. نعم، إفراد الله بيفعل الخلق، الملك، التدبير. كلمة الخلق والملك التدبير تشمل كل أفعال الله عز وجل، مثل يحيي، يميت، يرسل الرياح، يبسط، يقبض، ها؟ كل ما شئت من أفعال الله كلها داخل إيش؟ تحت إيش؟ إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. فالله خالق لكل شيء ومالك لكل شيء ومدبر شيء. يدبر مثل ماذا؟ ينزل المطر، يحيي، يميت، يعطي، يمنع، يرفع، يهدي، يضل، فعال لما يريد. فأنت تؤمن بإفراد الله إيش؟ بأفعاله وحده يفعل ما يشاء، وحده يخلق ما يشاء ويختار، وحده مالك الملك، وحده مدبر لكل شيء، ألا له الخلق والأمر، هو الخالق هو الآمر. هذا تعريف الربوبية، إفراد الله بأفعاله. طيب السؤال 18: السؤال 18: ما تعريف توحيد الألوهية؟ الجواب: إفراد الله بأفعال العباد التي شرعها لهم مثل الدعاء والذبح والسجود. تعريف توحيد الألوهية: يقال الألوهية والإلهية وتوحيد العبودية وتوحيد العبادة كل شيء واحد. إفراد الله بأفعال العباد، ما الذي يفعل العباد؟ عبادات، ركوع، سجود، دعاء، نذر، ذبح، توكل، استعانة، استغاثة، استعاذة، سعي، طواف، تلاوة القرآن، ذكر، هذه أفعال العباد، العبادات تقوم بها. فحتى تكون أنت موحد لله، توحيد عبادة، توحيد ألوهية، توحيد إلهية، ماذا تفعل؟ أفعالك عبارة هذه كلها التي شرعها الله عز وجل تجعلها لله وحده. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ادعوني، ها، ما دعوا لي، يا ادعوني. وقال جل وعلا: وإياي فارهبون وإياي فاتقون. وقال جل وعلا: فلا تخافوا مخافوني. وقال: فلا تخشوا مخشوني. وقال جل وعلا: وإما ينزغنكم الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال جل وعلا: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال جل وعلا في الذبح: فصل ربك وانهى. في النذر: وما انفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر يوفون بالنذر. وقال تعالى في الاستعاذة: في الاستغاثة تستغيثون ربكم. كل العبادات القولية والبدنية والقلبية والمالية: إنما نطعمكم وجه الله، كل أجعلها لله عز وجل. إذا جعلت كل عباداتك، كل أفعالك اللي تفعلها لله عز وجل، تكون قد عبدت الله وحدت الله بتوحيد الألوهية. ضده، عكسه، أن يجعل شيء من العبادات ولو واحد لغير الله، يكون شرك، يكون إيش؟ أشرك بالألوهية، بالعبادة. نعم. السؤال 19: ما تعريف توحيد الأسماء والصفات؟ الجواب: هو إفراد الله سبحانه بما يختص به من أسماء وصفات. ما هو تعريف، ما تعريف الأسماء، توحيد الأسماء والصفات؟ هو إفراد الله سبحانه بما يختص به من أسماء وصفات. قال تعالى: قال تعالى: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. طيب، ربنا جل وعلا له الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، وله الأسماء الحسنى، صح؟ له الأسماء الحسنى، يعني البالغ في الحسن الكمال. فالله له أسماء لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى. أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الله له أسماء كثيرة، أسماء الله كلها تدل على الصفات. ما في اسم مجرد علم، فهو الرحمن ذو رحمة ويرحم، وهو السميع ذو سمع ويسمع، وهو الحي ذو الحياة الكاملة، وهو القيوم القائم بنفسه والقائم على ما خلقه. إذن كل أسماء الله عز وجل حسنى، من حسنها أن تدل على معاني عظيمة. وله صفات عليا، له صفات. قال جل وعلا: ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى. فوصف نفسه جل وعلا بصفات كثيرة ذاتية وفعلية، فهو جل وعلا يفعل ويتصف بصفات الكمال والجلال. حتى تكون موحد توحيد أسماء وصفات، أن تؤمن بأن الله له أسماء حسنى وأن له صفات عليا، وهو في أسماء وصفات لا يماثل المخلوقين.
ولا يماثل المخلوقون، ليس الله كالمخلوقين ولا أحد مخلوقين مثل الله عز وجل، الله منفرد، هذا التوحيد، هو منفرد ما في أحد يماثله. كلا، كونه موجود والمخلوق موجود هذا ليس بتماثل، كون المخلوق يسمع والله يسمع هذا ليس تماثل، فسمع المخلوق على قدره وسمع الخالق على عظمته وبقائه، فإذا ليس هناك إيش تماثل. هو السمع معناه السمع، يسمع يعني يدرك الأصوات، ويبصر معناه إيش يدرك المبصرات، ويتكلم يعني بالكلام صح، والقوة ضد الضعف والقدرة ضد العجز، هذه معاني موجودة في الخالق والمخلوق صح، لكن صفات الله تليق به جل وعلا ليست كصفات المخلوقين، فالخالق صفاته تليق به والمخلوق صفاته تليق به، فليس تماثل، فليس ثم تماثل مثل المخلوقين، أنت تبصر هذا يبصر، أنت تقدر هذا يقدر، أنت تمشي وهذا يمشي، أنت تجري وهذا يجري، أنت تكتب وهذا يكتب، هل يتماثلون؟ لا صح ولا لا؟ هل يتفاوتون في القوة؟ تفاوتون ولا تفاوتون؟ ما يتفاوتون القوة؟ يقول لافي ما يتفاوتون. يعني لو جاك واحد ملاكم عالمي يجي قال شو رأيك لافي أعطيني بوكس وأعطيك بوكس، ها؟ تفاوتون؟ يقول له والله لو أعطيك 100 بوكس ما أبي منك بوكس واحد، أدري راح يكون آخر بوكس بحياتك، صح ولا لا؟ يتفاوتون صح ولا؟ كل شيء الناس تتفاوت فيه، بل يدك اليمين تتفاوت عن الشمال في شكلها في قوتها في بصماتها في خطوطها، بل يدك نفسها لما كنت صغيرا لم تكن بهذا الحجم ولا بهذه القوة، ثم لتقدم بك سن تضعف، واليد الواحد تختلف، الوجه الواحد يختلف صح ولا لا؟ هكذا إذا كان الإنسان يختلف من مرحلة لمرحلة، وجهه يختلف من مكان طفل إلى مكان شباب، إذا ما أصبح شاب إلى أن يكون شيخا، تريد أن يكون وجه الله كوجه المخلوق، وجهك ما تماثل بين فترة وفترة حتى تتماثل وجهك مع وجه الخالق أو وجه الخالق مثل وجه المخلوق، كلا، وجه الخالق يليق بالخالق ووجه المخلوق يليق بالمخلوق، وجه الطفل يليق بالطفل، وجه الشيخ يليق بالشيخ، وجه الرجل يليق بالرجل، وجه المرأة يليق بالمرأة، وجه الإنسان يليق بالإنسان، وجه الحيوان يليق بالحيوان، ها؟ وجه الطائر يليق بالطائر، وجه الخالق قول معي يليق بالخالق، ما في مماثلة، والله له صفات لا تماثل صفات مخلوق، قال جل وعلا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، لما قال جل وعلا ليس كمثل شيء، ليس كمثل شيء، هذا معناه أن له صفات، لو لم يكن له صفات ما قال ليس كمثل شيء صح، ليس كذلك، لو ما كان له صفات ما قال ليس كمثل شيء، لأن الشيء المعدوم هو ليس بشيء، الله يقول لا أن له صفات لا تماثل صفات مخلوق، ولذلك قال ليس كمثل شيء، أهل البدع ما يفعلون، ينفون صفات الله عز وجل بحجة ليس كمثل شيء، إن قلت الله عز وجل له وجه كما قال عن نفسه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال لا ليس له وجه، لماذا الله يقول له وجه؟ قال ليس كمثل شيء، إذا قلت الله يدان لقول جل وعلا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قال الله ليس له يد، ليش؟ قال مخلوق الذي يد، والله ليس كمثل شيء، سبحان الله، يستدلون بما هو عليهم لا لهم، لو لم يكن له صفات لما قال ليس كمثل شيء، أرأيتم لو أن شخص ما عنده أولاد ويقال أولادك في المدرسة ما لهم مثيل، مضيع أخوي أنا أصلا ما عندي أولاد لا في المدرسة ولا خارج المدرسة، أصلا ما أنا متزوج، ها كيف تقول لي واحد ما عنده أولاد أولادك ما لهم مثيل في المدرسة، يصح الكلام؟ أصلا ما له أولاد كله مالك، فلما قال جل وعلا ليس كمثل شيء، لو كان كما تقول مثلا الجهمية أن الله ما له صفات، كيف ما له صفات ويقول ليس كمثل شيء، هذا مثل الذي يقول لي فلان والله أولادك ما في مثل لهم مثيل وهو ما عنده أولاد، فقالوا ليس كمثل شيء دليل ايش؟ اثبات الصفات ونفي التمثيل، مش نفي الصفات، فقالوا ليس كمثل شيء يدل على اثبات الصفات ونفي التمثيل، لكن البدع ماذا يفعلون؟ يستدلون بالآية على نفي الصفات، وربنا لم ينفي الصفات بدليل انه لما قال ليس كمثل شيء قال ماذا؟ هو السميع البصير، لو كان ليس كمثل شيء معنى نفي الصفات لكان في هذا الشطر آية، مش آية كاملة، هذه شطر آية، لكان في تناقض،
يقول ليس كمثل شيء يعني ما له صفات ثم يقول هو السميع البصير، لا يمكن هذا. فلو لم يكن له صفات ما قال ليس كمثل شيء، واضح؟ لأن له صفات قال ليس كمثل شيء، ولو لم يكن له صفات لما قال وهو السميع البصير. فالله عز وجل له أسماء حسنى وصفات علا، أين نعرف أسماء وصفاته؟ في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو الذي سمى نفسه ووصف نفسه في القرآن وقول الحق، وهو أعلم بنفسه من خلقه، وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فسمى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بما أوحى الله إليه، ووصف ربه بما أوحى إليه ربه. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا السماء الدنيا، ماذا نقول نحن؟ ينزل. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا السماء الدنيا، نقول ينزل ربنا السماء الدنيا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه لا ينطق على الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا من اليمين ثم القاطع من الوتين. ما أخذ الله من نبيه اليمين ولا قاطع من الوتين، لأنه ما تقول على الله، قال الحق. فلما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم واصف ربه بصفة لا يسعنا إلا أن نؤمن ونصف الله عز بما وصف به الرسول، لأنه صادق ومصدق صلوات ربي وسلامه عليه. نكتفي بالقدر، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.